كوكو لي في، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طبعا انا نختار مواضيع تاع الحلقه اللي حنحطها او الفيديو منكم، فلذلك ان كنتم اول مره تشوفوا القناه تضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا جرس، واليوم موضوعنا على التسمين. سو البنات، وصفتنا اليوم تاع التسمين، اول حاجه ممنوع عن الحوامل لانه فيها التمر. ثاني شيء ممنوع على اي انسان يكون عنده امراض، ولكن هذه الوصفه تاع اليوم راح تفيد بزاف بزاف الناس اللي عندهم الانيميا. اذا البنات، هنا انا عملتها الان عندي حوالي شهر، روعه تسمن بزاف. فقط انه حبيت ننقل لكم التجربه تاع هذه الوصفه. هاني كنت ناكل في حبه دوكا. راح نعطيكم المكونات وانتم تخدموها على هذا الشكل. نبدو على بركة الله، ممنوع على الحوامل وممنوع على الأطفال الصغار. مليحة بزاف للناس يترضع، مليحة بزاف للناس يهبط الوزن تاعها. مثلا كيف أنا، كما قلت لكم أنا الوزن تاعي يهبط من فقدان الشهية، تفتح الشهية بزاف، بس فيها مكونات عظيمة ورائعة جدا ومفيدة للجسم. وقتها تاكلوها بما تسالونيش في الكومنتير، الاكل تاعها ما عندوش وقت، كي تنوضوا الصباح كولوا، في نص النهار كولوا. اذا البنات، كما تشوفوا انا كملت هذه العلبه الحمد لله. اول حاجه، انا ماني مش من محبي التمر، لكن معجون التمر هذا او دبس التمر نحبه بزاف وعجبني بزاف. اذا حبيتوا تعرفوا لا مارك تاعو ادخلوا صفحتي، بعثوا لي رساله حرد عليكم. اوكي، راح نبدا بركه الله. اول حاجه، هذه الكرات من ماش تتكون؟ اول حاجه مكونه منها هو كيلو تاع التمر الغرس، اللي هو التمر اللي فيه النوع هذاك معجون، التمر معجون يتنقى ويترحى مليح، وتضيفوا عليه المكونات الاتيه. كل حاجه منها 50 غرام، 50 غرام فول الصويا محمص ومطحون، 50 غرام كاوكاو، 50 غرام لوز، 50 غرام نواه كوكو، ودبس التمر كمية تاع جنوبها التمر هذا مش تولي طرية. وتختاروا زوز علب أو علبة كبيرة تاع بيمو وتعجنوها مليح، يعني كما تخدموا هذاك بنيون أكل الكورات تاع الكاطو الجزائرية. تعجنوه جيدا وتضيفوا له 50 غرام تاع عجلانية محمصة وغير مطحونة الى المكونات. الناس اللي عندهم نقص في البروتين يضيفوا 50 غرام شوفان مطحون في المعلق، زك تطحنوه في الميكسور باه يولي رطب، وتعجنوا المكونات وتكوروهم. ممكن تكوروهم كور كبيره، ممكن تكوروهم كور صغيره، وتاكلوا منهم على مدار اليوم، راح يفتحوا الشهيه جدا. الان كاين عن اخوات مرضعات ونقص وزنهم بزاف، يزيدوا عليها 50 غرام من الحلبة المطحونة باه يفتح لهم الشهية ويدر الحليب. وش الفايدة تاعها هذه؟ هذه كيما المكمل الغذائي العادي، يعني كأنك خدمتي مكمل طبيعي اللي تباع في لافارماسي، لكن انت خدمتي في المنزل. راح تفتح الشهية فيها الحلبة وراح تزيد لكم المكونات الناقصة، وكذلك دبس التمر راح يعالج الانيميا بطريقة رهيبة. والنصيحة الاخرى، انه مع هذه الوصفة تقدروا تشربوا دبس التمر وتشربوه مع الحليب، ملعقتين كبار في كوب حليب دافئ، وتتناولوه مع هذه الخلطة، راح تزيد لكم في المناطق الانثوية في الصدر وفي المؤخرة. ولعبوا الرياضة كي تاكلوها، راح تعطيكم نتيجة رائعة جدا. كانت هذه وصفتنا الأولى، وإن شاء الله راح نعطيكم وصفة زينب الصيفية متابعة لي، وصفة تفتح الشهية جدا وتعالج فقدان الشهية، كانت حطتها لي في البث. كان هذا هو فيديو اليوم، نحبكم بزاف، تهلاو في رواحكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو، والسلام عليكم.